مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه الاخباريه المستمره معكم على شاشه اكسترا نيوز، نتابع فيها اخر واهم المستجدات. استشهد أكثر من 77 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح وصفت أغلبها بالخطيرة في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والعدد مرشح للارتفاع. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 77 شخص في قصف للاحتلال لعمارة سكنية تتكون من 5 طوابق وتأوي قرابة 150 نازحا في بيت لاهيا، فيما لا يزال العشرة تحت الأنقاض في ظل عدم تمكن الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم. أشارت المصادر إلى وصول أكثر من 20 إصابة خطيرة إلى مستشفى كمال عدوان، والذي يتعرض إلى القصف المدفعي المتواصل. أخطاء في الشوارع، أكثر من 300 شهيد. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مدفعي للاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك مع مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 من أكتوبر لعام 2023. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال واصلت خلال الساعات الماضية غارتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين، فيما لا يزال آخرون مفقودين تحت الركام. أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات قرار إسرائيل حظر الأونروا، الوكالة الأممية التي تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها. وقال أبو الغيط إن القرار يعادل حكما بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين، وإنه يمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها إسرائيل منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتكفيف منابع تمويلها. شدد أبو الغيط على أن القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، وذلك أن إسرائيل ليس هي من أنشأ الأونروا لكي تحظر عملها. أثار قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة موجة غضب وإدانات أممية ودولية، في أحدث حلقة من الحملة الشعواء التي يشنها الاحتلال على المنظمة الأممية منذ سنوات. المزيد في سياق هذا التقرير. تاريخ طويل من الاستهدافات الإسرائيلية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا يمتد من تاريخ إنشاء الوكالة الأممية منذ نحو 75 عاماً. حاول بها الاحتلال تشويه سمعة الوكالة للقضاء على قضية اللاجئين التي تمثل جوهر القضية الفلسطينية. ورغم أن محاولات استهداف أونروا ليست بجديدة، إلا أنها برزت للواجهة مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،
فحاول الاحتلال الحد من التمويل الدولي الموجه للوكالة بكثير من الادعاءات التي نالت من موظفيها وحتى مسؤولي الأمم المتحدة، واعتماد استراتيجية إعلانية ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي الحملات التي ربما لاقت استجابة من بعض الدول الغربية في البداية، لكن سرعان ما تراجعت هذه الدول مع فشل الاحتلال في إثبات صحة هذه الادعاءات. عجز الاحتلال عن حشد تأييد دولي لمساعيه الإجرامية، اضطره للتحرك منفردا بإقرار تشريع يحظر الوكالة من العمل داخل الأراضي المحتلة في أحدث حلقة من الحملة المتواصلة للنيل من الوكالة، رغم التحذيرات الدولية والأممية من الإقدام على هكذا قرار. وقادت الأمم المتحدة بكامل مؤسساتها حملة إدانات وتحذيرات ضد القرار غير المسبوق، حيث اعتبر فيليب لازاريني مفوض عام الوكالة هذا القرار ضد أونروا يشكل سابقة خطيرة، معتبرا أنه يعارض ميثاق الأمم المتحدة ولن يؤدي إلا لتعميق معاناة الفلسطينيين وخاصة في غزة، حيث يمر الناس بأكثر من عام من الجحيم المحض. الموقف نفسه أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي حذر من عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين، داعيا دولة الاحتلال إلى التصرف بشكل متسق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. هذا الموقف المندد لم يكن حصريا على الأمم المتحدة، حيث أثار أيضا قلق بعض حلفاء الاحتلال الغربيين الذين يخشون أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة. فأعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، ومحذرة من كارثة لأكثر من 3 ملايين فلسطيني يعتمدون على أونروا في الخدمات الأساسية، ومقرة بأن الوكالة لا غنى عنها في غزة، حيث لا يوجد كيان يمكنه أن يحل محلها. كما انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي القرار الذي وصفه بالخاطئ، كما تفاعل زعماء من عدة دول أوروبية أخرى مع القرار، حيث عربت كل من بلجيكا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا عن إدانتها للقرار، مؤكدين أنه يشكل سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة وجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف، ومؤكدين على مواصلة العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرار عمل أونروا ودورها الإنساني. من رام الله عبر الهاتف للمزيد تنضم إلينا دكتور تمارة حداد الباحثة السياسية. دكتور تمارة، برحب بحضرتك في البداية على شاشة إكسترا نيوز. يعني سأبدأ معك بنظرة سريعة عن تطورات الأوضاع في فلسطين يا دكتور. تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. تطورات الأوضاع، أن هناك مجازر مستمرة حتى هذه اللحظة تركيزا على بيت الناهية، هناك مجزرة الشهداء في منطقة الصوفة، هذا يؤدي استمرارية الترجمة الميدانية لخططهم فيما يتعلق تفريغ المواطنين الفلسطينيين من منطقة شمال قطاع غزة. هذه المنطقة التي يحاولون عملية تحويلها إلى جزء كمنطقة آمنة عازلة، المناطق التي أيضا يتم وجود عدد كبير من الشهداء، أيضا المناطق الوسطى، بمعنى أنه لا توجد أي منطقة تسلم من آلة القصف الجوي أو سياسة التشجيع. هناك العديد من المساعدات التي تحاول الدخول إلى منطقة قطاع غزة وهي قليلة شحيحة، يعني عندما تدخل 20 إلى 30 شاحنة، فبالتالي هذه المساعدات يعني هي لا ترقى أن تصل إلى حالة جوع رمق الفلسطينيون، نتيجة أن هناك حصار من قبل الإسرائيليون، وهذا الكيان الإسرائيلي يريد أن ينفذ خطته، خطة الجنرالات، خطة آيلاند، خطط عديدة كبيرة، لكن الهدف الأساسي هو يريدون إعادة الاستيطان على أرض تحديدا شمال قطاع غزة. بالإضافة أن هناك ما زال مسار المفاوضات هو يواجه نوعا ما من مسار ما يسمى النقاشات، لكن على أرض الواقع هناك عملية عرقلة من قبل نتنياهو في عملية إعطاء الصلاحيات للوفد المفاوض، ناهيك أن هذه الصلاحيات أيضا لا تتأتى من منظار أن هناك رؤية نتنياهو إخراج رهائن
بصفقة جزئية وأيضا دون إعطاء ضمانات مستقبلية أن تكون هناك وقت لإطلاق النار أو انسحاب الجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. الضرر الأكبر اليوم بالفعل هو المدنيين الفلسطينيين. ناهيك أن هناك قرارات، يعني أصبح هناك نتنياهو يحول هذه القرارات عواقع انتقامي للفلسطينيين، وكأن عقدة الثمانين لانتهاء إسرائيل الآن يحاول أن يسرع في هذه القرارات حتى ينهي الوجود الفلسطيني، ويعتبر أن الوجود الفلسطيني هو عبارة عن ند للوجود الإسرائيلي، يحاول قدر الإمكان من خلال تقليص الوجود الفلسطيني، تقليص الهوية الفلسطينية، سواء كان بعملية إقرار قرار وكل ما هو محيط بهذه الهوية. دكتور تمارا، يعني تابعنا ولاحظنا إصرار على تشويه سمعة الأونروا واكتذاذ جسور هذه المنظمة التي لطالما قدمت الكثير من المساعدات للفلسطينيين. برأيك دكتور، لماذا هذا الإصرار على استهداف الأونروا بشكل مباشر؟ أولا، عملية إقراء قرار يوم أمس، الإقراء الثاني والثالث في الكنيسة الإسرائيلية بإنهاء أنشطة الوكالة الغوث اللاجئين أو الأونروا، هي انقلاب على الشرعية الدولية، انقلاب على قرار 194 الذي يشير أن من حق الفلسطيني الذي خرج من أرضه عام 1948 قسرا أن يعود إلى دياره. إذا هناك معضلة سياسية الآن، هي إنهاء هذا الوقع عمل الوكالة الأونروا هو قرار سياسي بحت، الهدف الأساسي إنهاء قضية اللاجئين، إنهاء أي ردية سياسية تتعلق باللاجئ الفلسطيني، إنهاء أي فرصة مستقبلية بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرض فلسطين المحتلة. الهدف الآخر هو تضييق على المواطنين الفلسطينيين، وهم بأمس الحاجة اليوم إلى إدخال المساعدات، الواقع الصحي، الواقع التعليمي. من ناحية تعليمية، أن أغلب مواطنين الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة كلهم دائما يتعلمون في مدارس الأونروا، وهذه المدارس هي مجانية، يعني تم إنشاء هذه الأونروا نتيجة وجود نكبة الفلسطينيين المتمثلة في عام 1948. وطالما أن هناك نكبة فلسطينية، ولطالما أن هناك عدم قدرة أن الفلسطيني يعود الأرض، إذا هذه الوكالة تعتبر الشاهد الرئيسي، الشاهد الحي على أن هناك قضية اللاجئ الفلسطيني قائم وحية حتى هذه اللحظة. عندما يتم عملية تقليص البعد التعليم، الهدف الآخر من هو سياسة التشكيل. أصبح هناك خلال عامين، دخلنا العام الثاني، لا توجد مدارس، المدارس حتى حرقة تم تدميرها بحجة وذرائع أن هذه الوكالة الأونروا عفوا هي تتبع لحركة حماس، أو حماس يدخلون في هذه الوظيفة كغطاء، فبالتالي كلها ذرائع، لكن الهدف الأساسي هو إنهاء هذه الوكالة، هو انقلاب على الشرعية الدولية، انقلاب على القرارات الأممية والتي خرجت بسياق أن يجب أن يكون هناك حماية هذه المؤسسات الدولية، حماية المدارس تتبع أونروا التي سوف تؤدي إلى سياسة تشغيلية. لا توجد 90% المدارس هي تدمرت. بما يتعلق بالقطاع الصحي، هناك العدد كبير من المراكز الصحية التي تتبع الأونروا، الآن لا توجد هناك مراكز. كيف وسوف يتم علاج أصبح الآن قرابة 1,500,000 مريض؟ هناك 350,000 مريض يعانوا من أمراض خطرة جدا. هناك أكثر من 100، وأصبحنا قرابة 100,000 وأكثر، وأكثر من 100,000 أصبح هناك جريح، والجرحى نتيجة القصف الجوي، نتيجة التجويع، ونتيجة العدوان. ناهيك عن المفقودين، لا أحد يعلم تماما أما مقدار عددهم الذي قد يكون يفوق عدد الشهداء الفلسطينيين. ناهيك أن الأونروا تقدم الطحين، تقدم الخبز، تقدم المساعدات الغذائية البسيطة، الآن تم إنهائها. إذن كيف سوف يعيش هذا الفقير؟ كيف سوف يأكل؟ كيف سوف يشرب؟ يعني أعتقد أن الهدف الأساسي المستقبل هو استبدال الأونروا بشركة أمنية، كما يتم التداول في خطط إسرائيل استبدالها بشركة أمنية، وهذه الشركة هي التي سوف تقدم هذه المساعدات. وأحد هذه الشركات تسمى جي دي سي، ومسؤولها تومي كهانا، هو إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، عمل في أفغانستان والعراق، والآن يريدون ترسيخ هذه النسخة
تطبيقها في منطقة قطاع غزة تحديدا في منطقة بيت حان. طيب دكتور تمارا، حالة الرفض والاستنكار الدولي لمشاريع القرار التي لربما كانت تتحدث عنها دولة الاحتلال والكنيسة الإسرائيلية المتعلقة يعني عدم الاعتراف لربما بهذه المنظمة أو بالأونروا، تبعنا رفض دولي كبير واستنكار لكل هذه التحركات، هل ستكون أو سيكون الرفض والاستنكار الدولي كافي لردع إسرائيل عن التعامل بهذه الحدية دعينا نقول مع الأونروا؟ أولا المؤسسات الدولية حتى هذه اللحظة لو أرادت لو استطاعت بالفعل أن تضغط على إسرائيل هي تستطيع، لكن هي حتى هذه اللحظة الممولين بهذه الأنر وهم الاتحاد الأوروبي أو أغلبهم المجتمع الغربي، أو هناك بعض الدول العربية تقدم مساعدات للأنر، ولكن الأغلبية العظمى هم من هذه الدول التي دائما يشيرون مع أن يتم استكمال مشوار وكالة الأمم المتحدة تحديدا فيما يتعلق اهتمامها بقضية اللاجئين. أعتقد أن تتحدث منظور إعلامي، لكن في نهاية المطاف الضغط الحقيقي لاستكمالها هو يتأتى من هذه المؤسسات الدولية، إما أن يكون هناك بالفعل إيجاد طريقة أخرى على الأقل أن تحفظ حق هذا الفلسطيني، لأن يكون هناك نوعا ما على الأقل أن يتم أخذ المساعدات الإنسانية، بمعنى أن إيجاد إما أن إيجاد وكالة أخرى أو استكمال هذه الوكالة، يعني لا توجد حل آخر أو طب دكتور تمارا يعني قبل أن نستكمل هذه الفكرة، في الحقيقة أنت بدأتي إجابتك بأن المؤسسات الدولية تستطيع الضغط على إسرائيل، أي شكل من أشكال الضغط تستطيع هذه المؤسسات أن تضغطه على إسرائيل إذا كانت إسرائيل مستمرة في هذه الحرب أو حرب الإبادة لمدة أكثر من عام ولم يعني تحرك هذه المؤسسات ساكنا؟ أولا الدول التي تقدم الدعم للأنروا هي ذاتها التي تقدم السلاح لإسرائيل، تستطيع أن تضغط عليهم من انظار أنها تحضر السلاح الذي يقدم أمريكا جزء. دكتور تمارا يعني يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتور تمارا حداد الباحثة السياسية، كانت معنا عبر الهاتف مباشرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. We'll be right back.
كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد اعتمدت قراراً مثيراً للجدل يقضي بحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الأراضي المحتلة، وهو ما أثار غضباً دولياً رافضاً للخطوة التي ستؤثر بشكل كبير على حياة الألف من اللاجئين الفلسطينيين. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. في خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليل دور الوكالات الدولية في الأراضي المحتلة لمحاولة فرض سيطرة إسرائيلية أكبر دون تدخلات خارجية، اعتمدت دولة الاحتلال الإسرائيلي قراراً مثيراً للجدل يقضي بحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة بالأونروا في الأراضي المحتلة. القرار الإسرائيلي يأتي كجزء من استراتيجية أوسع تهدف لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للفلسطينيين، حيث يعتبر القرار خطوة جذرية ستؤثر بشكل مباشر على حياة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا في مجالات التعليم والصحة والغذاء. ويعتبر الكثيرون أن هذا القرار يهدف بشكل رئيسي إلى إضعاف دور الأونروا التي تعد الشاهد الأساسي على قضية اللاجئين الفلسطينيين. لكن القرار لا يقف عند هذا الحد، إذ يشمل حظر عمل الوكالة ومنعها من تقديم الخدمات الأساسية، مما سيعني نهاية حقبة طويلة من الدعم الأممي لهؤلاء اللاجئين. وأصدرت عدة دول من بينها دول أوروبية بيانات تدين القرار وتصفه بأنه انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية للفلسطينيين. وأعربت تلك الدول عن قلقها العميق مؤكدين على ضرورة حماية حقوق اللاجئين وتقديم الدعم لهم في ظل الظروف الصعبة. من جانبها عبرت الأونروا عن صدمتها واستيائها وأكدت أنها ستواصل دعم اللاجئين بكل الوسائل الممكنة وستتواصل مع الدول الداعمة لمحاولة إيجاد حلول بديلة تضمن استمرار الخدمات الأساسية. وسيكون هذا القرار له تداعيات كبيرة على الأرض، إذ سيؤدي إلى نقص في الموارد التعليمية والصحية بالإضافة إلى خلق فراغ كبير في الخدمات الأساسية. ويرى البعض أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة التوترات وتصاعد العنف، خاصة مع شعور اللاجئين بالعزلة المتزايدة وانعدام الدعم الدولي.
ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية طرح اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 28 يوما وإطلاق سراح نحو 8 محتجزين بغزة وإطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي. ذكرت التقارير الأمريكية أن التوصل إلى اتفاق جزئي من شأنه أن يكسر الجمود الذي دام شهرين في محادثات وقف إطلاق النار ويعيد إطلاق المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا ويحسن الظروف الإنسانية في غزة ويطلق سراح بعض المحتجزين في القطاع. في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وشدة الحصار يبحث الفلسطينيون على إعادة تدوير الأغطية من أجل توفير ملابس مع اقتراب فصل الشتاء البارد والممطر للحصول على القليل من الدفء بعد اضطرارهم للسكن في خيام وملاذات مؤقتة. سنتابع المزيد في سياق هذا التقرير. قديما قالوا الحاجة أم الاختراع، وليس هناك أشد مما يعيشه الفلسطينيون النازحون في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع. في هذه المساحة الصغيرة تكافح نداء ورفاقها من أجل توفير ملابس مع اقتراب فصل الشتاء البارد والممطر، ولكن عبر إعادة تدوير البطاطين المتاحة ونسجها في محاولة يائسة للحصول على قليل من الدفء بعد اضطرارهم للسكن في خيام وملاذات مؤقتة. قدوم فصل الشتاء للمرة الثانية والناس بدون أي ملابس وما في أي ملابس دخلت البلد، فإحنا حاولنا وفكرنا مليا إحنا كيف ممكن نوجد حل لعدم توفر الأقمشة، فطلعنا بفكرة إعادة تدوير البطانيات الحرارية لملابس شتوية. عملنا ترنجات أطفال من عمر 3 سنوات ل 14 سنة، عملنا بلايز هودي للشباب وللبنات، عملنا ترنجات من أكثر من 14 سنة للشباب وللمحير. ومع قلة الإمكانيات في تلك الخيمة بالقرب من شاطئ المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، تسعى نداء للتغلب على حصار الاحتلال وتقييده لدخول الوقود وغياب الكهرباء عبر أفكار بسيطة ومهارات يدوية، لكنها تحتاج إلى جهد شاق. لما بلشت الفكرة لاقت رواج وإقبال وصار عند طلبيات أكثر. كانت في البداية الخياطة يدوية 100%، بس مع ازدياد الطلب إحنا لجأنا إحنا نجيب ماكينة. الماكينة لعدم توافر الوقود والطاقة فإحنا حولناها على الدراجة الهوائية من باب إيجاد حل بديل، وحتى ما نوقف المعدات البسيطة اللي إحنا بنشتغل فيها ما بتستوعب حجم الطلب. بنأمل أنه يكون في توسع لمشروعنا أكثر وأكثر، أنه إحنا نحاول نساعد الناس في مخيمة النزوح خاصة على شاطئ البحر في إيجاد يعني إيجاد كسوة للشتاء. بنتمنى أنه يكون في تسليط ضوء أكثر على صاحبات المشاريع اللي تضررت بسبب الحرب. مبادرة إبرة وخيط التي أطلقتها نداء تعتمد في الغالب على متطوعين، كما جذبت أيضا الراغبين بقليل من الدفء لهم ولأطفالهم في ليالي الشتاء. إن سنة نازحين وزيادة إيش علينا شتاء، وهي إيش علينا كمان شتاء، وهلقيت مع الناس يعني أي يعني الملابس ما في ملابس شتوية بالمرة، لا في السوق ولا ألبس البنت المريضة اللي عندي كمان، والمعابر مسكرة ومش عارف. اضطريت اني اخذ الغطاء البطانية ان اعملها لبس لبنتي عشان تتدفى، لانه ما اذا انا استحملت البرد هي ما بتستحمل البرد. انه احنا طلعنا في ملابسنا اللي احنا لابسينهم وكمان بوابيج مش بواب، ونزلنا نجري يعني ما لحقناش ناخذ اشي، يعني لانه الواحد ساعتها بخاف ما بيقدر ياخذ حاجة، يعني حتى الشنطة لو قدامه مش راح يقدر ياخذها. وطلعنا جراي يعني ادوبنا مسكت بنتي وطلعت من البيت، حتى الملابس حتى ما أخذنا ولا حاجة بإيدينا. الشتاء في غزة قاسا إذ يتسم بدرجات حرارة منخفضة ورياح قوية، وفي العام الماضي غمرت مياه الأمطار الغزيرة بعض الملاجئ، وبعد مرور ما يزيد على عام على العدوان الإسرائيلي على القطاع صار الكثيرون من سكان غزة بلا دخل، ويحاول البعض منهم بيع ممتلكاته وحتى ملابسه القديمة. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة انخفض حجم المساعدات الدولية التي تدخل غزة إلى أدنى مستوى له على مدى العام، في حين حذر تقرير مرصد دولي لمراقبة الجوع من مجاعة وشيكة.
قدمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وحججا إضافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة. أوضحت رئاسة جنوب إفريقيا أن المذكرة تحتوي على أدلة تظهر كيف انتهكت حكومة الاحتلال اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال الترويج لتدمير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة وقتلهم جسديا بمجموعة متنوعة من الأسلحة المدمرة وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية والتسبب في ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديا واستخدام التجويع كسلاح حرب وتعزيز أهداف إسرائيل لإخلاء غزة من خلال الموت الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين. مشاهدينا إلى فاصل من بعد نستكمل هذه التغطية. لم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدا. نحن في قلب تطورات شديدة الخطورة. وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام. إن سعي مصر يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية. فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ. أهلا بحضراتكم من جديد. تتعامل مصر مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي وتؤكد أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة. المزيد نتابعه. منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة بذلت مصر كل الجهود الممكنة والمستمرة من أجل وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية في القطاع جراء تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي. المزيد حول أبرز الجهود المصرية لمساندة سكان قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية نتابعه في سياق هذا العرض.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطية، أشكر لكم طيب المتابعة، هذه ندى رضا، تحياتي، إلى اللقاء.